حسن قوم يا حبيبي، الغدا جاهز. طب يا فندم انا اسف سيادتك، كنت براح شويه بس. قالوا لي انا كان عليا كنت اسيبك تنام نوم العوافي، بس مش هينفع. انا وانت مطلوبين عند مكتب شريف بيه البارودي رئيس النيابه، واللواء مصطفى شلبي واللواء حليم لبيب مستنيننا هناك. عارفها انا اللمه دي، شكلها كده في مصيبه، جراير عمايلك السودة. سيادتك بتقول مطلوبين ليه؟ ليه خير يا فندم؟ اكيد هيسالونا عن الغاغة بتاعت نليم كمال، وازاي التفاصيل اللي تخصه اتسربت للجرايد. بس احنا مالنا ومال الموضوع ده يا فندم؟ حسن انت فايق ولا هتفوق عليا؟ لا العفو سيادتك، بس بجد احنا مالنا ومال الموضوع ده؟ بريء قوي يا اخي، بريء. عموما لو عندك حاجه تدافع بيها عن نفسك وبقولها قدامهم. عن نفسي؟ قصدي عننا، عن الاداره كلها. ركز بس، لو عندك حاجه تدافع بيها افتكرها كويس، عشان انا عايز اتفاجئ بقدرتك على الاقناع، لان انا فعلا ماليش اي علاقه بالموضوع كله على بعض. لا طبعا سيادتك مالكش اي علاقه بالموضوع ده، ولا انا كمان. ايه بتعمل ايه؟ استاذن سعادتك في الجاكيت عشان ابقى جاهز. بس اتفضل سعادتك، انا جاهز. طب تص وشك بشويه ميه عشان يبقى ليك مصداقيه في كلامك على الاقل. خش خش. سيادتك واضح ان عندك اتهامات محدده ليه؟ لو عندي اتهامات محدده كان زماني قاعد معاهم مستنيك زي الباشا عشان اشاركهم في الكلام البايخ اللي انا رايح اسمعه معاك بوصف شريك ليك في المسؤوليه. لا بعد اذن سعادتك، لو ده فعلا حصل يبقوا غلطانين جدا. لا مع احترامي يعني، احنا التزمنا بالتعليمات وما وجهناش اي اتهام لنديم كمال. كون بقى ان في كلام اتنطور وتسرب للجرايد، والله في اطراف تانية غيرنا ممكن تكون هي اللي سربته. فصيح قوي، فصيح. ما قلت لك فاجئني هناك بقدرتك على الاقناع. يلا. ايه بتعكرش في ايه عندك يا فندم؟ بنفذ تعليمات سعادتك. هطص وشي بشويه ميه. طص. انا مش قلقان من الكلمتين اللي هناخدهم في جنابنا عشان حكايه تسريب المعلومات. هما كلمتين وهيعدوا طالما ما فيش دليل ان لينا علاقه بده. قصد حضرتك طالما انه فعلا ما لناش علاقه بده؟ والله انت ادرى بقى يا حسن. انا اللي قلقني اكتر لما نتسال عن اتجاه البحث في القضيه، خصوصا بعد نديم كمال ما طلع نفسه منها، بقى لا فاعل ولا حتى محرض. لو اعتبرنا كلامه مقدس يا فندم ولا ايه؟ طالما ما عندناش دليل ان كلامه مدنس، مضطرين نصدق كلامه حرف حرف. الموضوع دخل منعطف اخطر من الاول، فقضيه راي عام زي دي كان لازم نبقى باصين تحت رجلينا من اول لحظه عشان ما نتورطش في اي غلطه. فما بالك بعد دخول اسم نديم كمال في الموضوع ومكنه العلاقات العامه والاعلام اللي هيشغلها عشان يضغط علينا لو اتاخرنا في الوصول للقاتل. ايوه يا فندم، ما هو من مصلحته طبعا ان احنا نقبض على اي حد علشان الناس تبطل تجيب سيرته وتربطه بالجريمه. حسن ارجوك تحتفظ بنظريتك دي لنفسك، ما تقولهاش قدام النيابه. الراجل جه وبرأ نفسه وقال كلام ضد مصالحه، وما دام ما عندناش دليل ضده مش هنتهمه. وبعدين نديم كمال ده مش مجرد نفوذ وعلاقات، لا ده محمي بالرأي العام باعتباره فاعل خير كبير. انت ما شفتش حلقة الشيخ معتز درويش امبارح؟ ده مطلعه السما يا فندم. الشيخ معتز درويش يعني حضرتك جاي بقى؟ حسن خلاص بقى، حسن الضغط بقى، اعصابي بقى مش كده. عرفت هنقول ايه؟ ايوه. ما تخرجش عندها حسن. حاضر. هتخرج يا حسن وانا عبيط عنك؟ هتخرج طبعا. اديني نفذت اللي حضرتك طلبته مني بالحرف الواحد، صح كده؟ صح. تسمح لي بقى اسال حضرتك سؤال؟ اسال يا مترو. ليه كل ده؟ مين ده عشان ينول شرف زي ده ما كانش يحلم بيه؟ طالما احنا رايحين النيابه بكره وهنحبط كل اللي كان بيخطط ليه هو والبنت الصحفيه، سواء حكايه الواد اللي بوظ الفرح او البلاغ اللي هيقدمه ابو صافي. شوف يا مترو، أنا كنت بأعني كل كلمة قلتها له عن حكاية ابنه، ولو أنت مش مصدقني يبقى لسه ما فهمتنيش.
ده طفل طفل ذنبه ايه يدخل في شغل كبار ملوش اي علاقه بيه؟ طبعا مصدق حضرتك، وانا لسه هختبر انسانيتك، بس كان ممكن اكتفي بالجزء ده. انا اخشى بعد كل اللي قلناه اننا نكون ادينا للراجل ده اكبر من حجمه، يتمرع فيها بقى ويفتكر انه هز عرش نادين كمال وخلاه يقلق منه ويكشف له ورقه. عيبك يا متر ان قربك من رجال البيزنس في مصر بوظ لك اخلاقك. تهمه لا انكرها وشرف لا ادعيه. شوف يا متر، انا اقول لك حاجه زي ما بيقولوا كده تحطها حلقه في ودنك. في بلدنا دي اوعى ابدا تستهين بحد من جوه السيستم مهما كان حجمه، ما دام جوه السيستم يتعمل له 1000 حساب. لكن اللي بره السيستم ده مالكش دعوه بيه، ما يهمكش منه. هو عايز يتكلم خليه يقعد يهوهو للصبح، ما حدش هيعبره. انا هديك مثل اللي بقوله لك ده. عارف العسكري اللي واقف في الشارع البسيط ده ممكن في لحظه يكون اهم واقوى مني ومنك؟ عارف ليه؟ بسبب البدله الميري اللي هو لابسها. ساعه ما يقلعها يفقد اهميته فورا، لكن اول لما يلبس البدله الميري فجأة بيبقى ممثل لأقدم دولة على وش الأرض. يعني لو أنت مديت له إيدك بخمسة جنيه ممكن لو هو عايز يحبسك بتهمة الرشوة، ولو مديت إيدك عليه ممكن يحبسك بتهمة التعدي على موظف رسمي أثناء تأدية عمله. هو حد برضه يقدر يحبس نديم بيه كمان؟ برضه حافظ مش فاهمني، افهم معنى كلامي. أنت فاكر كل رجال الأعمال اللي وقعوا قبليا وقعوا ليه؟ وعلى إيدين مين؟ على إيدين صحابة المعارضة والبرامج؟ لا طبعا، وقعوا على دين حد من جوه السيستم، حد ميري. واي حد في الدوله لو حب يحبسني هيحبسني. تمام سعادتك، بس حضرتك مفترض ان حسن ده مفيش حد وراه زقه عشان يتآمر مع البنت الصحفيه ويعملوا كل اللي عملوه ده؟ ده مش مهم عندي. هل عمل ده لوجه الله والوطن؟ هل عمل عشان مصلحته الشخصيه المتسلط عليا؟ كل ده ما يهمنيش. أنا اللي يهمني إني ما أديش فرصة لحد إنه يوقعني، خصوصًا لو كان جوه السيستم. فما بالك بواحد جوه السيستم واخد مسألة طار شخصي، ومتخيل إن ممكن أمد إيدي على أغلى حاجة عنده في حياته، ابنه. أيوه بس حضرتك فين وهو فين؟ برضه ما فهمتنيش. بعده عني ممكن يخليه أقوى مني. كل اللي وقعوا قبليا وقعوا علشان بصوا للي أقوى منهم، ما بصوش للي أضعف منهم. أوعى أبدًا تستهين باللي أضعف منك بشرط إنه يكون جوه السيستم. تمام سعد.